بسم الله الرحمن الرحيم، معكم دكتورة مريم. هناخد آخر محاضرة في الكلينيكال نيوتريشن، المحاضرة بعنوان نيوتريشنال سبورت ثيرابي. المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن نيوتريشنال اسسمنت، خلاص عملت اسسمنت وطلع الشخص اللي عندي ده يا اما بي يا اما سي، يا اما سيفير مال نورشت او متوقع ان هو يبقى مال نورشت. طيب هعمل ايه؟ هعمل نيوتريشنال سبورت ثيرابي. قلنا في طريقتين ممكن استخدمهم، يا اما بالبارنترال نيوتريشن اللي هي بريفرال بارنترال نيوتريشن والاختصارات مهمه، او توتال بارنترال نيوتريشن. التوتال دي اللي هي السنترال، بتتعلق في سنترال لاين، او هستخدم انترال نيوتريشن. الانترال نيوتريشن دي بتبقى ايه؟ ليها كذا راوت، ممكن تبقى نيزو جاستريك، نيزو دوجينم، نيزو جوجينم، على حسب التيوب داخله من النوز رايحه فين. او ببدا اعمل فتحه في الاستومك تبقى اسمها جاستروستومي، او اعمل فتحه في الجوجينم تبقى اسمها جوجينوستومي. دي دول كلهم انترال نيوتريشن، دول البارنترال نيوتريشن. طيب النهارده هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم على الطريقتين دول، يعني ايه؟ ايه الحالات اللي انا استخدم فيها بارنترال، وايه الحالات اللي استخدم فيها انترال، ايه ميزه كل طريقه وايه عيبها، وايه الحالات اللي استخدم فيها بارنترال نيوتريشن، وايه الحالات اللي استخدم فيها البريفرال والسنترال، امتى اختار دي وامتى اختار دي، تمام؟ وايه الكومبليكيشن بتاعت كل طريقه وايه ميزه كل طريقه. دي الحاجات اللي تهمني في الامتحان وفي المحاضره. طيب الانترال نيوتريشن ايه بقى؟ امتى اقدر اقول البيشنت ده عايز ياخد انترال نيوتريشن؟ لو مش هيقدر ياكل او يشرب اكتر من 5 ايام، والله انا متوقع ان هو هيقعد اكتر من 5 ايام عنده ديسفاجيا، على سبيل المثال هيعمل عمليه في المريء، هياخد حاجه هتعمل له انفلاميشن شديد في الاستومك، ايا كان، فانا متوقع ان هو يقعد 5 ايام او اكتر من 5 ايام مش بياكل او بيشرب، يبقى انا لازم افكر في الانترال نيوتريشن. او هو مش بيعرف ياخد ادكويت اورال انتيك، عنده مثلا كانسر في فما بيعرفش يبلع في او ما بيعرفش ياكل كويس، في مشكله عنده في بقه، فانا هبقى متوقعه ان هو مش بيعرف ياكل كويس، او ما اقدرش اديله الاورال نيوتريشنال سبلمنت عشان تعالج الايه المال نيوتريشن اللي عنده، فانا هضطر اديله انترال نيوتريشن. لو سالتك بقى ايه الروتس بتاعه الانترال نيوتريشن، ايه الروتس اللي ممكن ادي بيها، تقول لي بقى ايه نيزو جاستريك، دي اجابه السؤال اللي هو الطرق دي، نيزو جاستريك، نيزو ديجينال، نيزو جوجينال، جاستروستومي، جوجينوستومي، دي الروت اوف انترا نيوتريشن. يعني ازاي ادخل التيوب فين، ده اجابه السؤال. طيب ايه الانترا تيوب نيوتريشن اللي هو الانترا نيوتريشن؟ في تيوب معينه ممكن ادخل بيها الاكل بتاعي للبيشنت، التيوب دي لازم الاكل اللي يبقى داخل فيها يبقى ليكويد او سيمي ليكويد عشان يقدر يخش ببمب او يخش بالجرافيتي. في اكل كتير، فورمولاز كتير نقدر نصنفها في الانترال نيوتريشن، هديكوا امثله عليها اللي انا اقدر ادخلها في التيوبز دي. ايه الفورمولا اللي ممكن ياخدها بالتيوبز دي؟ دي هنتكلم عليها بعد كده، بس ده شكل الانترال تيوب اللي ممكن يدخل بيها الاكل في الانتست. بتدخل لك الفيد بتيوب دي جوه الجي اي تي عشان الشخص اللي مش عارف يبلع، تدخل الاكل على طول، وبيبقى لازم يكون في شكل ليكويد او سيمي ليكويد، ما ينفعش تدخل طبعا اكل سوليد. الانترال نيوتريشن بنفيت، ايه فايده ان انا اشتغل؟ ليه هي الطريقه الاولانيه اللي اقدر افكر فيها في الانترال نيوتريشن؟ ليه هي اول حاجه بفكر فيها؟ طبعا انا قلتها لكم في المره اللي فاتت عشان هي دي اللي بتحافظ، تعمل مينتين للاستراكشر والفانكشن بتاعه الجي اي تي، بتحافظ عليها، بتخلي بتمنع ان يحصل اتروفي في الجي اي تي. طول ما الجي اي تي شغاله وبتاخد الاكل وبتوصله، الامتصاص شغال، الهضم شغال، كل الفسيولوجي بتاعها متظبط، فهي الافضل في التفكير ما دام الجي اي تي فانكشنال، فهي التفكير الاساسي. غير كده مش بس كده، انها less invasive. لو انا هدي بريفرال بيبقى العرضه للدم ان يخش على طول سيستميك، للسيستميك سيركيوليشن، اما بتركب كانيولا او تدخل الاكل سنترال، اي انفكشن هتبقى سيستميك، فهي بريفنت ترانسلوكيشن اوف بكتيريا تو سيستميك سيركيوليشن، انت مدخلها على الجي اي تي، فده احسن لانها less invasive تكنيك عن البارنترال نيوتريشن. فميزتها انها زي ما قلنا بريفنت اتروفي اوف جي اي تي، وبتحافظ على الاستراكشرال اند فانكشنال انتجريتي اوف ذا جاسترو انتستينال تراك، كمان هي less invasive فبتمنع الانفكشن تكون في السيستميك سيركيوليشن كله. طيب ايه الكومبليكيشن او العيوب؟ طبعا الميزات والعيوب زي ما قلنا دي مواقع اسئله في الامتحان.
ايه العيوب بتاعتها، هنلاقي في عيوب ممكن تحصل في الانسرشن بتاع تيوب، ممكن يحصل نيزل دامج لو انت بتدخلها غلط او حد مش اكسبرت، ممكن يحصل ريفلكس، ودي اشهر حاجه. الريفلكس اللي بيحصل ده يا جماعه ممكن يعمل اسبيريشن، الاكل يرجع يخش تاني، يطلع من كده يخش في الرئه، يحصل اسبيريشن. او ممكن تدخل التيوب غلط في مكان في الرئه. ممكن اكتر حاجه برضو، هما اشهر حاجات اللي انا عامله عليها دواير، اللي هي الدايريه، الجي اي تي انتوليرانس، بيبقى فيه نوزيا وفيه انتفاخات وكده، بس اشهرها خالص الدايريه، الاسبيريشن، تمام. دي اخطر حاجات. في الريفيدنج سندروم وهتكلم عليه بالتفصيل الممل، تمام. وتيوب بلوكينج، طبعا لما بجيب سؤال في الامتحان انا عايزاك تكتب باسلوبك، يعني ممكن يجي اكمل حط لك 3 4 نقط، بتكتب اللي افتكرته، جبته لك كتابه برضو بتكتب 3 4، مش شرط تكتب لي كل النقط اللي انت فاكره واللي هو ثبت في دماغك. يبقى ايه هي الكومبليكيشن؟ اشهرها اللي لازم تبقى انت عارفها الدايريه، الاسبيريشن اللي هو الاكل يترد الاكل ريفلكس من الاستومك او من الجي اي تي يخش في الرئه، يبقى الاسبيريشن، ممكن يحصل نيزل دامج، دايريه، تيوب بلوكج، الانبوبه تتسد، والريفيدنج سندروم. طب ايه الريفيدنج سندروم ده؟ ممكن يجي سؤال لوحده برضو، ايه الريفيدنج سندروم ده؟ انا قلت لكم عليه ايام ما كنت بتكلم على الريسك فاكتور، ايام ما كنت بقول على لو شخص عندي سيفيرلي مالنورشد او كان في حاله ستارفيشن، كان في مجاعه، كانوا في الحرب وبقالهم اسابيع ما كلوش او بياكلوا فرافيت من الاكل، او محبوسين او ايا كان، او اسرى جايين، هم سيفيرلي مالنورشد، او واحد كان عنده كانسر في البلعوم مثلا وما بيعرفش ياكل لمده معينه غير اكل سايل وما بيعرفش ينضغ وما بيعرفش يعمل، فانا خلاص قررت اعلق له محاليل لانه الدنيا عنده باظت خالص، هل اديله الديلي ريكويرمنت من الانرجي مره واحده او اديله زياده بقى عشان هو مال نورشت؟ لا طبعا، انا بديله قلنا 75% من الديلي ريكويرمنت من الانرجي بتاعته، عشان كده كنا بنضرب الاستريس فاكتور في 75، او قلنا بدل ما كنا بنحسب له 30 كيلو كالوري بالكيلو جرام كنا بنحسب له 20 كيلو كالوري بالكيلو جرام، بنحسبها له على 20. ليه؟ عشان مش عايزه اديله الانرجي مره واحده، لان الكومبليكيشن لو حصلت دي فيتال، مميته. ودي حصلت زي ما قلت مره في الحرب، كان في اسرى جم، فاول ما جم طبعا كانوا ما بياكلوش وبقالهم فتره، فصعبوا عليهم فادوهم شوكولاته، كلوا الشوكولاته، فتحوا عليهم الصبح لقوهم كلهم ميتين، كلهم ميتين. ليه؟ من الشوكولاته اللي كلوها. هنعرف بقى الشوكولاته دي عملت ايه. ايه الفكره بقى فيه؟ ان هو انت بتبدا السبب بتاعه ايه؟ لو اسالك ايه السبب بتاع الريفيدنج سندروم، ايه اللي عمله؟ هتقول بيحصل للسيفيرلي مال نورشد بيشنت لو انت عملت اجريسيف انيشيشن اوف فيدنج افتر برولونجد ستارفيشن. واحد قعد ستارفيشن فتره طويله قوي وهو سيفيرلي مال نورشد، وانت بدات ايه بقى؟ اجريسيف انيشيشن اوف فيدنج، دخل عليه بشوكولاته مليانه كربوهيدرات ومليانه سكر، يبقى الاجريسيف انيشيشن اوف فيدنج خطير جدا. طيب البريسبتيتنج اللي هيعمل ايه ده؟ بيعمل ميتابوليك اند باثوفيسيولوجيكال التريشن، وهنشوف الكلام ده على الرسمه. بيدخله سيفير كاردياك اند ريسبيراتوري هيباتيك هيماتولوجيكال نيوروماسكولار كومبليكيشن، وبيخش في كوما وسيزر وديس، تمام، وممكن يبقى صادن ديس كمان لان بيحصل له سيفير هايبوتنشن. هنشوف ده بيحصل ليه. تعالوا كده نشوف الرسمه دي. ادي الشخص مال نورش او عنده ستارفيشن، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل له جلايكوجينوليسيس، الكبد عمال يطلع الجلايكوجين ويخلص عليه، بيحصل جلوكونيوجينيسيس، بيحصل بروتين كاتابوليزم، بيكسر البروتين اللي في جسمه عشان ياخد منه انرجي، مفيش اكل بيخش له، فهو في حاله كاتابوليك ستيت، عمال جسمه يكسر، ماشي في كاتابوليك. ايه اللي حصل له؟ البروتين زي الالبيومين والحاجات دي اللي كان شغال استراكشر وفانكشنال بدا يتكسر يدي انرجي، مش محافظ بقى على يدي الاستراكشر والفانكشن بتاعته، ده بيكسر يدي انرجي. والفات والمينرالز والالكترولايتس والفيتامينز كل ده بقى ديبليتد في الارض. السولت والووت بقى عنده سولت اند ووتر انتوليرنس، جسمه مش مستحمل. عملت ايه بقى؟ عملت له ريفيدنج، رحت محول الجسم كله بعد ما كان في كاتابوليك ان هو بقى في انابوليك. طيب هل الجسم مستعد للانابوليك ستيت؟ تعالوا نشوف بقى الجسم هيحصل ايه. انا مدخل له ميه، تمام، عشان شرب، ودخل له سولت ونيوتريانت، ميه واملاح الحاجات اللي كلها، ودخل معاه كربوهيدرات، وده الميجور سورس اوف انرجي، زي الشوكولاته اللي خدوها اللي كانت مليانه سكر. كربوهيدرات، كربوهيدرات دي بتعمل ايه؟ لما دخل كربوهيدرات عالي مين اللي بيطلع؟
بعد الاكل لو خدت كربوهيدرات عالي ملي الانسولين، وهنا بقى انا بقيت في حاله فيد ستيت. بعد ما كنت فاستنج وانابوليك ستيت وكاتابوليك ستيت، بقيت في حاله فيد ستيت مره واحده. الجلوكوز ابتيك هيخش على الخلايا جري، ما انسولين موجود، ما هو اللي بيدخله على الخلايا عشان يتحرق وبيعمل له فوسفوريليشن. طب الفوسفوريليشن بتاع الجلوكوز ده مش محتاج فوسفيت؟ طيب الميتابوليزم بتاع الجلوكوز ده مش محتاج بوتاسيوم ومحتاج مغنيسيوم؟ بيحصل يوتيلايزيشن للثيامين. الثيامين لو تفتكروا هو فيتامين بي 1 اللي كان بيحول لي البيروفيت لاسيتايل كو اي. طبعا دي خطوه مهمه جدا، البيروفيت عمال يتحول لاسيتايل كو اي لان ده في الميتابوليزم بتاع الجلوكوز، فبيحصل ديبليشن للثيامين. طبعا ده بيعمل نيورولوجيكال ديس اوردرز. لو انتوا تفتكروا فيتامين بي 1 نيورولوجيكال ديس اوردر خطيره، لانه قل خالص الثيامين، هيقل خالص البوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفيت. كل ده ليه؟ عشان الجسم عمال يصنع بروتين بقى في انابوليك، يصنع جلايكوجين، يعمل جلايكوليسيس ويكسر الجلوكوز، بيصنع بروتين بدل اللي فقده، بدأ يخزن في جلايكوجين لانه بقى في فيد ستيت. زاد اليوتيلايزيشن بتاع الثيامين والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفيت، بدأ يستخدمهم. عشان الفوسفيت مثلا عندك الجلوكوز بيحصل له فوسفوريليشن عشان يخش في الجلايكوليسيس، الثيامين عشان البيروفيت يتحول لاسيتايل كو اي. كل ده هيقل لانه استخدمته في الميتابوليزم بتاع بناء بروتين جديد، بناء الجلايكوجين، تكسير السكر لاخد الطاقه منه. هيخش بقى الجسم في اعراض الريفيدنج سندروم اللي هي ايه؟ اعراض مميته، هايبوكاليميا، هايبومغنيسيميا، هايبوفوسفاتيميا، ثيامين ديفيشنسي، سولت اند ووتر ريتينشن. هيحصل لو عنده سولت اند ووتر ريتينشن ممكن يعمل اديما، الاديما دي بقى اللي بتعمل الريسبيراتوري والكاردياك بروبلم. هيخش في هايبوتنشن، طبعا هيحصل له بالانس امبالانس في الالكترولايتس اللي عنده، تمام. بيخش في دي هيدريشن رهيب، مع دي هيدريشن بيخش في هايبوتنشن وكوما وسيزر، وبعدين يحصل له سادن ديث. طيب ايه بقى اللي يمنع ان انا يحصل الريفيدنج سندروم؟ والله اعمل بقى ايه بقى؟ initiation of feeding should be a very gradual، حبة حبة، ما تدلوش ال 30 كيلو كالوري، اديله 20، او لما تحسبها بالمعادلة الكبيرة دي اضرب في الستريس فاكتور اللي هو 75% عشان تقلل الكالوريز، ابدأ gradual، تمام. ما تديلوش كل الاستيميتد ديلي ريكويرمنت بتاعته، اديله حوالي 20 بدل 30 او 75% من اللي انت حسبته. دي حاجه. تابع الالكترولايتس، قيس له البوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفيت، تابعهم كل شويه، على الاقل قيسهم ديلي كل يوم لمده 4 ايام، عشان لو لقيتهم بيقلوا تاخد بالك. لازم يبقى فيه كلوز مونيتورنج للفلويد بالانس. انا خايفه يخش في دي هيدريشن، زي ما قلنا هو بيموت من الدي هيدريشن، بيحصل له ووتر ريتينشن جوه جسمه ودي هيدريشن. بعدها الدي هيدريشن ده هعمل فيه ايه؟ هقوم عامله ايه بقى؟ هقيس الميه اللي بتخرج منه وكده، عشان اشوف هو او اعراض الدي هيدريشن بدات شفايفه تشقق، وشه بدا فيه ايه، يبقى انا ايه اتابع الفلويد بتاعه. طيب ممكن اقيس الكرياتينين، ممكن اقيس اليوريا. طب ايه الاشخاص اللي هم الارقام دي مش حفظ خالص، يعني دي قراءه، مين الاشخاص اللي ممكن، يعني الشريحتين اللي فاتوا دول او الثلاثه اللي فاتوا دول مهمين، لكن دي قراءه، مين الاشخاص اللي بقى متوقعه ان هم يحصل لهم ريفيدنج سندروم؟ ببص على البيزل ميتابوليك ريت، ببص على هو عنده بياخد انسولين من بره ولا لا، بياخد كيموثيرابي، بياخد دايوريتكس، الحاجات دي تزود لي الريفيدنج سندروم. باخد هيستوري للالكول ابيوز، كل دي حاجات لو خدتها اصنف البيشنت ده ان هو ريسك، ده ممكن قوي يبقى تبع الريفيدنج سندرومز. يبقى في حاجات كتير قوي ممكن احطها في دماغي تخليني اعرف. دي بس قراءه، محدش يحفظ الارقام دي خالص، عشان تبقى دماغك فاهمه الدنيا ماشيه ازاي، بس تفتيح للدماغ مش اكتر. طيب الجدول ده برضو عندكم في المذكره برضو للقراءه. ايه الفكره؟ ايه الحاجات اللي بتتقاس للبيشنت اللي بياخد انترال نيوتريشن؟ هتلاقيه انا حطاه عشان تقارنه بس، يعني تقراه وتقرا الحاجات اللي بتتقاس للبارنترال نيوتريشن. لو واحد معلق محاليل، هتلاقيه ما بيقيسش حاجه اسمها الجاستريك ريزيديوز، دي مش فارقه معاه، هو ما بيقيسهاش. حاجه تانية برضو زي الفريكوينت ديفيكيشن، هو بيعمل ديفيكيشن كل قد ايه، تمام، ما بتتقاسش هنا، لا هو عايز يشوف دخل في دايريه ولا لا، لان الكومبليكيشن بتاعته دايريه، فهو بيشوف هو الكونسيستنسي بتاعت الديفيكيشن عامله ازاي والفريكوانسي قد ايه، وبيشوفه يوميا. التانية ما كانتش بتتشاف، تمام. ففي حاجات الاقيها في البارنترال وما الاقيهاش في الانترال، وحاجات الاقيها في الانترال وما الاقيهاش في البارنترال، وحاجات تانية مثلا الاقيها المتابعه بتاعتها مختلفه.
زي البلاد جلوكوز. في الانترال نيوتريشن بيقيسها كل ايه بقى، في هنا، في الانترال البلاد جلوكوز بيقيسها ويكلي، يعني كل اسبوع. لو بصيت عليها في البرنترال بيقيسها كل 6 ساعات، كل 6 ساعات او 8 ساعات بيقيس بلاد جلوكوز. فدي الايه الفريكوانسي بتاع الحاجات، البارامتر اللي بتتقاس في الانترال واللي بتتقاس في البرنترال والفريكوانسي بتاعتها دي قراءة فقط. طيب ايه بقى الانترال فورمولا؟ ايه اللي انا ممكن ادخله في التيوبز اللي انا وريتها لكم دي؟ مش وريتكم تيوبز كده بتدخل الانترال فيدنج؟ ممكن ادخل فيها ايه؟ قلنا الاكل اللي هيخش بيخش بامب او بالجرافيتي، لازم يبقى ايه بقى، يا ليكويد يا سيمي ليكويد. سيمي ليكويد يعني ايه؟ سايب كده، ما يبقاش سوليد خالص. طيب الاكل ممكن يبقى ايه؟ اشهر واحد البلندرايزد فورمولا. ايه البلندرايزد فورمولا دي؟ مضروبه في الخلاط. بيعمل ايه بقى؟ يجيب حته اللحمه على شويه الرز او رغيف العيش على الفاكهه، مثلا نص تفاحه، كوبايه اللبن ولا كوبايه الزبادي، اضرب كله في الخلاط وحطه، تمام، وياخدوا البيشنت، وكده يبقى خد الكربوهيدرات والبروتين والفات وتمام كده. مشكله بقى البلندرايزد فورمولا دي ايه؟ هي سهله وكله بيعملها بس ليها مشاكل. اول حاجه الباد سميل، ريحتها بتبقى مش حلوه، الباد اودر، ممكن تبقى سورس عالي جدا للكونتامينيشن، لان انت بتضرب في الخلاط، الله اعلم بقى الخلاط بيتنظف ولا لا كويس، السكينه بتاعت الخلاط، الاطباق اللي انت قدمت فيها، بيفضل اكل ممكن برضو الاكل ده، اللحمه دي كانت بقى لها قد ايه، والفيجيتابلز والفروت والميلك والستارش والرز، كل اللي انت حطيته ده عرضه ان هو كله يكون اتلوث. الاهم من كده خالص الكالكوليشن، الكالكوليشن بتاع الديلي ريكويرمنت، هل انت تقدر تقول لي بالظبط هو خد كربوهيدرات قد ايه وبروتين قد ايه وفات قد ايه وفايبر قد ايه؟ صعبه جدا ان انت تحسبها. برضو ان ما بتديكش كل الديلي ريكويرمنت بالنسبه للفيتامين والتريس اليمنت والالكترولايتس، عشان كده في نازل دلوقتي في السوق حاجات اسمها ريدي تو يوز باودر، باودر بيجيبها ويحلها ويديها، تمام، في منها اشكال كتير نازله دي، بقى بتديك قد ايه هو خد كالوريز بالكربوهيدرات، قد ايه بالظبط من الفات، قد ايه من البروتين، بتديك بالظبط، وبيبقى حاطط فيها بقى الديلي ريكويرمنت من الفيتامينز وتريس اليمنت والحاجات دي، وبتبقى اقل عرضه للكونتامينيشن، وساعات بقى طبعا بتبقى ريحتها حلوه وايه ما فيهاش ريحه، يعني بيبقى هم حاطين عليها حاجات تخلي ريحتها مش زي بقى اللحمه اللي اتضربت على الرز على التفاحه على الكلام ده واتضربوا في الخلاط. في ريدي تو درينك فورمولا، دي فورمولا تانية، يبقى انا ممكن احط في التيوبز بتاعتي ده ايه، او ادخل للبيشنت ايه بالانترال فيدنج، يا اما بلند رايزد فورمولا، ودي اكتر الحاجات اللي شغاله بيها المستشفيات، ريدي تو يوز باودر، ودي نازل منها اشكال جديده وكتير وكويسه برضو اللي هي ريدي تو يوز باودر، وفي ريدي تو درينك فورمولا، تمام، دي الاشكال اسميها انترال فورمولا. ايه الفورمولا اللي انا ممكن احطها؟ ايه الاشكال اللي انا ممكن احطها؟ دي الانترال نيوتريشن فورمولا. خلصنا الانترال نيوتريشن فورمولا، في حاجات مثلا كده ممكن اسالك فيها، من بيشنت لبيشنت بقى الدنيا بتختلف. لو عندي شخص عنده مشكله في الكدني، خلاص، يبقى انا لازم اعمل له ليميتد للاماونت بتاعت الصوديوم والبوتاسيوم والفوسفورس لان هو عنده مشاكل في الكدني. طب بالنسبه للبروتين، والله لو البيشنت ده ايرلي ستيج اوف كرونيك كدني ديزيز، يبقى هو محتاج لو بروتين في الاكل بتاعه، هقلل له البروتين اللي هو واخده. لكن لو هو اند ستيج وبيعمل دياليسيز وبيغسل، يبقى محتاج هاي بروتين ومحتاج هاي كالوريز، يبقى البيشنت الاند ستيج بياخد بروتين اعلى، البيشنت اللو ستيج اللي هو لسه في الايرلي ستيج من الكرونيك كيدني ديزيز بيحتاج بروتين قليل. يبقى لو هو ايرلي ستيج بياخد بروتين قليل، لو هو ليت ستيج وبيغسل خلاص واند ستيج رينال فيلير، يبقى الشخص ده كرونيك رينال ديزيز واند ستيج خلاص وبيغسل خلاص بيعمل دياليسز، يبقى هو محتاج هاي بروتين لان هو فعلا بيبقى محتاج كالوريز اكتر او انرجي دنس فود. طيب عموما بيحتاج كالوريز اكتر، ونقلله طبعا في الصوديوم والبوتاسيوم والفوسفورس. طب لو الشخص ده بقى عنده مشاكل في الرئه، مثلا عنده كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، اديله كالوريز اكتر من الفات ولا من الكربوهيدرات؟ يعني امشي 60 40 ولا ممكن امشي مثلا 65 35 ولا امشي 45 اقل؟ لا، خد كالوريز اكتر من الفات، لان الميتابوليزم بتاع الكربوهيدرات بيطلع كربون دايوكسيد اكتر من الميتابوليزم بتاع الفات، فانا هحب ان انا ادي انرجي من الفات لان الميتابوليزم بتاعها بيطلع كربون دايوكسيد اقل، فانا عايزاه
ياخد اكتر طاقته من الفات، لان هو عنده مشكله في انه يخرج الكربون دايوكسيد. يبقى الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز ممكن اديله اكتر من ال 60 من ال 40% من الفات، واقلل ال 60% من الكالوريز اللي كان بياخدها. مش احنا كنا بنقول 60 كربوهيدرات و40 فات؟ لا، خلي الفات اكتر شويه وقلل في الكربوهيدرات عشان تقلل في نسبه الكربون دايوكسيد اللي خارج. طيب الهيباتيك بيشنت، الهيباتيك قلل خالص الاروماتيك امينو اسيد وزود البرانش تشين امينو اسيد. اشمعنى البرانش تشين؟ لان الميتابوليزم بتاعها مينلي في الماسلز مش في الليفر، لكن دول الميتابوليزم بتاعهم في الليفر، فعشان اخف عن الليفر هودي البرانش تشين امينو اسيد، هديله منها اكتر تعوضه وتخليه يبني عضلات ويحتاجه من الامينو اسيدز اللي هو محتاجها، وفي نفس الوقت هي الميتابوليزم بتاعها في الليفر، فمش في المسل، سوري، البرانش دي تشين امينو اسيد الميتابوليزم بتاعها في المسل، فمش هتتقل عليه. طبعا نديله لو صوديوم في الاكل، والفايبر طبعا مهم جدا عشان يحسن الموتيليتي بتاعه الجي اي تي بتاعته. عموما الفايبر مهم جدا لكل الانترال نيوتريشن، لانه بيساعد على استمرار البريستالسيس موفمنت، وما فما يحصل له يحافظ على البريستالسيس. فلازم كل الانترال فيدنج هتلاقيه بيحط حاجات فيها فايبر، لازم يحط تفاح، يحط خضار في قلنا في البلندرايزد فورمولا دي عشان يضربها في الخلاط يبقى فيه فايبر، فده بيساعد على الميكوزا الجروس بتاعت الجي اي تي والجي اي تي بريستالسيس. طيب الديابيتك بيحتاج ايه؟ بيحتاج فايبر طبعا اساسي وبنسبه كبيره، لان الفايبر بيعمل ديلي للجاستريك امبيتنج ريت، فيديله بيتر جلايسيميك كنترول. كل ما كانت بتفضي بالراحه المعده، الاكل هيمتص بالراحه من السمول انتستين، فما يحصلش زياده مفرطه في الكربوهيدرات مره واحده، يبقى زياده تدريجيه، فيبقى في بيتر جلايسيميك كنترول. برضو الدايابيتك ناخد بالنا ان كل ياخد وحدات الانسولين بتاعته. وعموما سواء انت بتدي انترال نيوتريشن او بارنترال نيوتريشن، بنتوقع ان الشخص حتى لو نورمال ان هو هيبقى هايبر جلايسيميك. ففي حسبه كده بيحطوها، لو انتوا نزلتوا الاسبن جايد لاين، الاسبن جايد لاينز دي جايد لاينز محطوطه لكل حاجه، ممكن تلاقوا فيها كلام كتير قد اللي انا بقوله ده 100 مره للي عايز يتوسع اكتر ويقرا في كل حاجه. كل حاجه من دي هتلاقوا عليها صفح وهتحب تقرا فيها. الاسبن جايد لاينز بتقول ايه؟ لو انت بتدي انترال نيوتريشن او بارنترال نيوتريشن لشخص نورمال ماهوش دايابيتك، كل وحدات معينه من الكربوهيدرات او كل جرامات معينه من الكربوهيدرات لازم تحط لها مقابل من الوحدات انسولين، يعني كله هياخد انسولين سواء دايابيتك ولا مش دايابيتك. ليه؟ لان هو بيبقى عرضه للهايبر جلايسيميا، سواء بتدي انترال نيوتريشن او بارنترال نيوتريشن. كل عدد جرامات معينه من الكربوهيدرات انت بتديها، ادي معاها وحدات معينه، طبعا اقل كتير من الدايابيتس، وحدات عدد وحدات معينه في الانترال غير البارنترال من الانسولين عشان ما يخشش في هايبر جلايسيميا. تمام. بعد كده نتكلم بقى ايه، احنا كده خلصنا الانترال خالص، نتكلم بقى ايه بقى على البارنترال. الانترال اتكلمنا قلنا ايه هو الانترال وامتى بستخدمه وايه ميزاته وايه عيوبه. لازم الجي اي تي بتاعتي تبقى فانكشنال وشغاله. خدنا الراوتس بتاعته ممكن يخش منين، الطرق اللي يخشها، خدنا الفورميلا اللي ممكن تستخدمها، خدنا كمان ازاي احتياطات معينه البيشنت عن بيشنت تانيه، وخدنا ميزاته وعيوبه. طيب بقى البارنترال نيوتريشن هيعلق محاليل، امتى اخد بقى بارنترال نيوتريشن؟ لو الجاسترو انتستاينال تراك نوت فانكشنال. السؤال اللي احنا قلناه الجاسترو انتستاينال تراك مش شغاله، يبقى انا هعلق محاليل. تمام. او الشخص ده مش هيقدر ياكل اكل او يبقى ياكل او يشرب باي اورال اكتر من 5 ايام. لو هو مش هيقدر يبلع او يستخدم الجي اي تي اكتر من 5 ايام، يبقى انا في الحاله دي ايه بقى؟ مش هيقدر يستخدم الاورال دايت او يستخدم انترال فيدنج اكتر من 5 ايام، يبقى انا لازم استخدم بارنتال نيوتريشن، مش هسيبه ال5 ايام. طيب البارنتال نيوتريشن انديكيشنز طبعا في اكتر من كده كتير، ده دول متلخصين. امتى بستخدم بارنتال نيوتريشن؟ هتلاقي مثلا لو هو الانترال نيوتريشن بتاعي ان اديكويت. مش احنا كنا بنسال سؤالنا، انا اديته انترال فيدنج اللي هي الرسمه اللي كانت متقسمه دي وكنت حاطه لكم عليها نجوم، اديته انترال فيدنج وبعدين وانا بعمل مونيتورنج لقيته مش مستجيب او ما بيديش الادكوت نيوتريشن اللي انا محتاجاها، يبقى انا هحوله البارنترال او هياخد انترال مع بارنترال هكمل بيه.
او ان انا الانترو اللي انا مديهوله مش مكفي فهزود عليه او ما بيديش تأثير. دي حالة. لو حصل له انتستاينال هيموريج يبقى انا لازم ادي ايه؟ بارنترال. عنده باراليتيك اليوس، عنده سمول باول اوبستراكشن، انسداد، سيفير اكيوت بانكرياتايتس، تمام، عنده بروتينايتس، كل دي حاجات تخليك مشاكل في الجي اي تي تخليك تروح ايه بقى للبارنترال. عنده فوميتنج شديد جدا، بياخد كيمو ثيرابي والكيمو ثيرابي عمل له ميوكوزايتس، عمل له استوماتايتس، عمل له اسوفاجايتس، كل ده بيمنعه من الاورال انتيك. خلاص عنده دياريه شديده جدا، وخاصه لو اكتر من لتر بير داي، نتيجه ان هو للانترال فيدنج، يعني حصل له كومبليكيشن من الانترال فيدنج، يبقى انا هحول على ايه بقى؟ على بارنترال. بوست اوبريتيف، بعد البوست اوبريتيف وشخص مال نورشت، عامل عمليه كبيره وخارج من عمليه وهو مال نورشت، يبقى محتاج بارنترال. لو الشخص سيفير، عنده سيفير ميوكوزايتس ونوزيا وفوميتنج نتيجه ان هو عامل بون مارو ترانسبلانتيشن، وده هيستمر معاه قلنا اكتر من 5 ايام، لو اكتر من 5 ايام مش هيعرف ياكل حاجه او ياخد حاجه بالانترال فيدنج، يبقى انت لازم تحود على البارنترال، مش هتسيبه 5 ايام. يبقى لو 5 ايام مش هيعرف ياكل او يبلع بس الجي اي تي شغاله، يبقى انت هتشتغل انترال. طب الجي اي تي مش هتشتغل لمده 5 ايام، يبقى انت هتحول على بارنترال، تمام. لو في مريض في العنايه المركزه وان بي او، يعني نال بالماوس، يعني مش هياخد حاجه ببقه، مش هياخد نال بالماوس يعني مش هياخد حاجه ببقه خالص، خلاص نان برماوس مش هياخد حاجه ببقه خالص، يبقى هو وهيقعد كده 4 أو 5 ايام وهو مريض في العنايه المركزه، يبقى انت بتاخد تديله بارنترال نيوتريشن. لو نزلتوا زي ما بقول لكم الاسبن جايد لاينز هتلاقوا كل حاجه من دي عليها ابحاث لوحدها، اني بوست اوبريتيف واني بري اوبريتيف ومين ومش مين، كلام كتير وانديكيشن واحتياطات لكل واحد. دي متلخصه جدا. ايه بقى الماكرو نيوترينت اللي انا هديها له؟ طبيعي الشخص بقى اللي انا هعلق له محاليل ده هديله ماكرو نيوترينت، تديله الانرجي، طبعا هحسب له البروتين واخليه على جنب زي ما قلنا في المحاضره الاولانيه، حسبت له البروتين واخده اعرف الفوليوم بتاعه ايه. بعد كده هديله كربوهيدرات، قلنا كل جرام بيدي 4 كيلو كالوري وهيبقى ده 60%. طبعا المحاليل اللي موجوده بيبقى فيها ديكستروز، عندي ال 25 وعندي ال 50. الامينو اسيد، في محاليل الامينو اسيد اللي موجوده في السوق، وبديله 1 جرام لكل كيلو جرام من جسمه، ابقى عارفه ان هو بيدي انرجي، بس انا مش مديه ده للانرجي، انا مديه عشان يحافظ على ايه؟ مينتين سيل ستراكشر، تشو ريبير، اميون ديفنس، سكيليتال ماسل ماس، كل ده يحفظ لي الاستراكشر والفانكشن بتاعه الجسم، تمام. فانا بدي قلنا الرقم ده هنسهله ونقول عليه 1، ممكن تدي من 8 من 10، ممكن يوصل ل 2 جرام لو الحاله محتاجه بروتين كتير، في حالات البيرن، حالات السيرجري شديده، تمام، او تروما شديده جدا. طب قبل كده كانوا بيدخلوه في الحسابات وكان يقول لك لازم على الاقل 20% من التوتال كالوريز بتاعتك يبقى بروتين، دلوقتي لا احنا مش هندخله في الحسابات. يعني زمان كان بيقول لك الكالوريز لما تحسب الديلي ريكويرمنت بتاعته تحط 20% منها بروتين وتحسبهم على 4 جرام لكل كيلو جرام فياخد قد ايه بروتين، لا ده انا بديه وماليش دعوه بقى بحسبه البروتين خالص، هو انا بديه عشان يحافظ عليه مش عشان يتكسر ويطلع انرجي، تمام كده. اللي هيتكسر ويطلع انرجي هما الفات والكربوهيدرات. الكربوهيدرات قلنا الفات بقى زي ما قلنا هناخد 40% من الكالوريز وبيدي 9 جرام، طبعا حسبناها في المحاضره اللي فاتت وحلينا مساله مع بعض. الاذر بقى ريكويرمنت قلنا الميه، مهم جدا الميه، قلنا ممكن نحسبها ان 30 ملي لكل كيلو جرام، او تقول ان هو ما ياخدش اقل من 1.5 لتر وما تزودش عمرك عن 3 لتر، تمام كده. وبعدين بقى تاخد بالك من الالكترولايتس لو الشخص ده بقى عنده ميتابوليك اسيدوزز ولا عنده ميتابوليك الكالوزز، وتاخد بالك من الفيتامينز والتريس اليمنت. طب هاو تو كالكوليت توتال بارنترال نيوتريشن، دي متجمعه كده ورا بعضها، دي انا يا جماعه دي ليكوا انتوا، يعني انا مش هجيب في الامتحان مساله لان انا المفروض كنت دربتكم عليها وتبقوا معايا وقدامي اطمن ان انتوا فاهمينها، ده للناس اللي هي حابه تبقى فاهمه الدنيا ماشيه ازاي، ازاي بتتحسب التوتال بارنترال نيوتريشن.
اول حاجه يعني انا مش هجيب مساله في الامتحان واقول لك كالكوليت التوتال بارنترال نيوتريشن بتاعتها، بس تبقى انت فاهم الدنيا ماشيه ازاي، التطبيق بتاعها ايه. تعمل ديترمينيشن للتوتال فلويد للانفيوزد ازاي، قلنا هنحسب 30 لكل كيلو جرام، شخص وزنه 60 يبقى هياخد 30 في 60 يبقى هياخد 1800، بحيث ان هو ما يقلش عن لتر ونص ولا يزيد عن 3 لتر. تمام كده، يبقى ده الشخص اللي ايه اللي خد الفلويد بتاعه، يبقى انا حسبت له الميه اللي هو محتاجها اللي انا هعلق فيها المحاليل، يعني الفوليوم بتاعي بتاع المحاليل بتاعتي كلها سواء كربوهيدرات او امينو اسيد او فات، تمام، يبقوا كلهم في الفوليوم ده. وبعدين هحسب الكالوريز بتاعته بأني قانون، 30 كيلو كالوري لكل كيلو جرام. طب والله لو هو السيفير ستارفيتد وخايفه من ريفيدنج سندروم يبقى ال 30 دي هتبقى 20. تمام، طيب حسبت هو محتاج قد ايه كالوريز، احسب حسبه البروتين وما دخلهاش خالص في الانرجي، هحسبها له 1 جرام لكل كيلو. لو هو وزنه 60 يبقى هيحتاج 60 جرام بروتين، اشوف الفوليوم بتاعهم قد ايه واطرحهم من الفوليوم بتاع الايه الفلويد اللي عندي الميه، عشان خلاص انا هدي دول هعلقهم في صوره محاليل امينو اسيد فاطرحهم من الفوليوم بتاع الميه، يقوم الفوليوم اللي يبقى فاضل لي للكربوهيدرات والليبيد بس. تمام، حسبتها خلاص. طب سي بقى ان الشخص ده عنده بيرن، عنده انجري، عنده سيفير كومبليكيشن، فمحتاج ممكن ازود عن الواحد بروتين، ياخد 2 مثلا او ياخد 1.5 من البروتين اللي محتاجه، عشان هو في حاله عايزه جسمه يبني. تمام، حددت بقى البروتين وعملت الفوليوم، شفت الفوليوم بتاعه قد ايه، قلت بقى مثلا هشوفه بقى هياخد بقى نص لتر 30 لتر، ابدا 30 سوري نص لتر او 30 مللي 300 مللي ايا كان، ابدا اطرحه من الفوليوم اللي انا عايزاه. طيب بعد كده هشوف الكربوهيدرات واحسبها على 60%، هي من 50 ل 65 قلنا نسهل ونشوفها على 60%، واشوف هيحتاج كام جرام كربوهيدرات، واشوف الفوليوم بتاعهم قد ايه، اشوف بقى الليبت هيحتاج كام جرام ليبت، وهحسب على 60% من التوتال انرجي ريكويرمنت او الكالوريز اللي محتاجها في اليوم، اخد منها 40% ليبت واشوفهم بيقابلوا كام جرام، وبعدين الكام جرام بيشاوي كام ملي من الفوليوم اللي انا هحسبه. بعد كده بقى احط المينرالز والتريس اليمنت واحسب الفوليوم بتاع الكربوهيدرات والليبت، والله لو طلع من اقل من 1.5 زائد الفوليوم طبعا بتاع البروتين، يعني الفوليوم بتاع البروتين اللي هعلقه محاليل والكربوهيدرات والليبد طلعوا اقل من 1.5 وده نادر يعني، فهقوم مزوداله سترايل ووتر والله عشان اديله الميه اللي هو محتاجها في يومه. والله طلعوا اكتر من 3 لتر، ما ينفعش اديله اكتر من 3 لتر، يبقى انا هغير بقى الكربوهيدرات، هتلاقيني انا كنت مستخدمه الدكستروز 25% هستخدم ال 50، هلاقي الحجم عندي قل للنص بتاع المحلول اللي بيتعلق. هاجي على الفات مثلا الاقيني كنت انا مستخدمه ال10 هستخدم ال20، هلاقي الحجم برضو الفوليوم بتاع الفات اللي انا معلقاه كمحلول قل للنص لان انا مستخدمه المركز للضعف، واظبط الفوليوم بتاعي. طيب في بقى بيشنت هتحتاج فلويد ريستريكشن، يعني مش عايزه تاخد كميه الميه دي، لو هو عنده اوليجويوريك رينال فيلير، الكدني ما بتخرجش الميه اصلا، تمام، فهو عنده اوليجوريك رينال فيلير فانا محتاجه فوليوم ريستريكشن. طيب عنده كاردياك فيلير، عنده اوديما، تمام، عنده بالمونري اوديما، كل الحالات دي بتحتاج فوليوم ريستريكشن، يبقى مش كل الحالات هديها ميه زي بعض، في حالات هتحتاج ميه اكتر زي الحالات اللي كان عندها بيرن او في الحر او كده، في حاجات هتحتاج ميه اقل، واحد عنده دايريه عنده كده، يبقى كل حاله ليها حاجه مختلفه. تمام، الكربوهيدرات والفات ريكويرمنت ده الكلام اللي احنا قلناه، امتى بستخدم ال 25 وامتى استخدم ال 50 عشان كميه الميه بتاعتي ما ادلوش كميه اقل او اكتر من اللي هو مستخدمه. طيب نرجع بقى الفرق بقى بين البارنترال نيوتريشن، امتى اعلق البريفرال، تمام، في البريفرال فين هنا، وامتى اعلق السنترال. امتى بعلق البريفرال؟ احنا قلنا انا هستخدم البارنترال نيوتريشن عموما لو هو مش هيقدر ياخد حاجه بالانترال لمده 5 ايام. طب خلاص هو مش هيقدر ياخد حاجه بالانترال لمده 5 ايام، لكن هيقعد في الحاله دي لمده اقل من اسبوعين، اقدر اعلق في البريفرال نيوتريشن، بريفرال بارنترال نيوتريشن لمده اسبوعين. اكتر من اسبوعين يبقى انت هتروح لمين بقى؟ للسنترال. طب لو الحاله سيفير
مال نورشت، يبقى انت خليك في السنترال. يبقى في حاله السيفير مال نورشت، او في حاله انك مودريت او مايلد بس هتستخدمه اكتر من اسبوعين، يبقى انت هتروح لمين؟ للسنترال فيدنج. تمام. يبقى السنترال فيدنج في حاله ان انت هتتعلق محاليل اكتر من اسبوعين، او في حاله ان هو سيفير مال نورشت. لو هو اسبوعين فاقل فخلاص باخد البريفرال. امتى بلجأ للبريفرال؟ كله لو مش هيقدر ياخد الانترال اكتر من 5 ايام، يعني هيقعد 5 ايام مش عارف ياخد انترال، يبقى انا هروح لمين بقى؟ للبارنترال بقى، وساعتها بقى احدد هو بريفرال ولا سنترال. في حته مهمه قوي اسمها الاوزمولاريتي. ايه الاوزمولاريتي دي؟ المفروض ان الدم بتاعنا ليه اوزمولاريتي معينه بتتحكم الميه هتمشي، يعني تحرك الفلويد موفمنت، حركه الميه بين اجزاء الجسم. فعلى سبيل المثال انا الاوزمولاريتي بتاعت الدم حوالي مثلا ممكن من 285 ل 295، حوالي 300 ملي اوزمول بير لتر، دي الاوزمولاريتي. السوليوشن بقى اللي انا هحطه في الدم ده اوزمولاريتي بتاعت الدم، ممكن يبقى ايزوتونيك لو هو زي الدم الاثنين الاوزمولاريتي بتاعتهم واحده، ممكن يبقى هايبوتونيك لو هو اقل من الدم، وممكن يبقى هايبرتونيك لو هو الاوزمولاريتي بتاعته اعلى. غالبا المحاليل اللي انا بعلقها بتبقى هايبرتونيك. طيب البريفرال فين اللي انا كنت بعلق فيه بريفرال ده يستحمل هايبرتونيك لحد ايه؟ لحد 900. يبقى انا الاوزمولاريتي بتاعت جسمي تقريبا بتاعت الدم 300 ملي اوزمول باللتر، يقدر يستحمل البريفرال فين لحد كام؟ لحد 900. طيب بيستحمل لحد 900، لو اديت اكتر من 900 بيحصل لي انفلاميشن في الفين، حاجه اسمها فليبايتس. ايتس يعني انفلاميشن، وفليب يعني الفين. بيحصل فليبايتس، ممكن تتطور لثرومبو فليبايتس، ودي خطيره جدا. ليه؟ لان الاندوثيليال سيل لايننج دي بتبدا تتاثر بتاعه الوول بتاعه الفين، وتعمل فليبايتس وثرومبو فليبايتس. دي كومبليكيشن خطيره جدا، فما اقدرش ادي في البريفرال فين ده اكتر من 900 ملي اوزمول. لو حسبت الاوزمولاريتي بتاعت التحضيره بتاعتي، يعني واحد شخص كان عايز فوليوم ريستريكشن شديد جدا، فانت اضطريت تدي ال 50% دكستروز وتدي ال 20% من الفات ومزود عليهم حاجات تانية امينو اسيد، جيت حسبت التحضيره لقيت الاوزمولاريتي بتاعتها عاليه جدا. هو بيحتاج كالوريز كتير وفي نفس الوقت محتاج فوليوم ريستريكشن، فانت الاوزمولاريتي بتاعتك زادت قوي في المحلول اللي انت بتعلقه. في الحاله دي يبقى انت لازم تستخدم سنترال لاين. يبقى البريفرال فين مش هستخدمه غير لو الاوزمولاريتي ما عدتش 900 ملي اوزمول، لان لو عدت هتعمل ثروبو فلمبايتس وكومبليكيشن. برضو البريفرال بارنترال نيوتريشن مش هستخدمها للسيفيرلي مال نورشت، امال هستخدم ايه؟ هستخدم سنترال او مايلد او مودريتلي مال نورشت، وهما نوت مور ذا، يعني هيحتاج اكتر من اسبوعين. يبقى تاني ملخص الكلام، امتى استخدم بريفرال بارنترال نيوتريشن؟ هو سهله، بتتعلق في الكانيولا اللي في الايد دي بريفرال، ما احتاجتش سنترال لاين، لان السنترال لاين ده بيحتاج حد اكسبرت يركبه للبيشن. المحاليل اللي في الدراع دي او في الايدين بريفرال بارنترال نيوتريشن هستخدمها في حاله ايه؟ والله لو الاوزمولاريتي بتاعه المحلول اللي انا معلقاه اقل من 900 او تساوي 900 ماشي، ويبقى البيشنت ده مش سيفير مال نورشت، يبقى مايلد او مودريت، ومايلد او مودريت ومش هيحتاج المحاليل دي اكتر من اسبوعين، يبقى انا كده اعلق. وطبعا يكون مش قادر ياخد الحاجه دي انترال لمده 5 ايام، فانا الانترال مش نافع، يبقى مش هيقدر ياخد حاجه انترال لمده 5 ايام، فالانترال قفلت عليا. يبتالي بقى انا هروح للبريفرال. بريفرال وايه؟ الاوزمولاريتي ما تتعديش ال 900، ما يبقاش سيفير مال نورشت، ما يبقاش هيحتاج البريفرال بارنترال نيوتريشن دي اكتر من اسبوعين. لو اكتر من اسبوعين خش على السنترال. طيب دخلت بقى، انا برجع ورا، دخلت بقى على السنترال. السنترال ليه اسم تاني، توتال بارنترال نيوتريشن، تي بي ان. التوتال بارنترال نيوتريشن بستخدم بقى فين كبير زي اللي موجود في السوبيريور فينا كاف. الفين الكبير ده هيعمل ايه بقى؟ لو انا داخله بهايبرتونيك سوليوشن اعلى من ال 900، بيبقى الريت بتاع البلاد فلو عالي جدا، فبيعمل دايليوشن للهايبرتونيك فلويد اللي داخل ده، فما يعملنيش ثرومبو فليبايتس اللي كانت بتحصل. ليه؟ لان الدم ماشي بسرعه جدا، انا منقيه فين كبير،
هيعمل دايليوشن للهايبرتونيك سوليوشن اللي داخل، فما يحصلش ثرومبوفليبايتس. فبستخدمه في حالات السيفير مال نورشت، حالات لو انا بعلق اوزمولاريتي اعلى من 900، او لو هيفضل مركبه اكتر من اسبوعين. عيبه ايه بقى؟ الانفكشن، انت داخل على السنترال على طول، انت لو في انفكشن هتحصل انت داخل بيها على الدم مره واحده غير البريفرال. تمام. التوتال بارنترال نيوتريشن بيستخدم اكتر الحالات، بيبقى بيعلق السوليوشن ده مثلا اكتر من، قلنا من اسبوعين، ممكن تبقى اكتر من شهر، ده اكيد وش كده هي ايه، هيستخدم السنترال نيوتريشن. ده شكله هو من بره، طبعا اللي لازم يركبه حد اكسبرت، مش اي حد بيركب السنترال لاين ده، وبيخش طبعا على فين كبير عشان يحصل دايليوشن مره واحده للدم. ايه الكومبليكيشن بتاعه البارنترال نيوتريشن عموما؟ اول حاجه الانفكشن، تداخل على الدم على طول، تمام، فممكن يحصل انفكشن، تداخل سيستميك، مور انفيسيف تكنيك عن الانترال. تاني حاجه ثرومبوفليبايتس اللي احنا قلناها، والكاتيتر اوكلوجن خاصه لللونج تيرم بارنترال نيوتريشن ادمنستريشن، لو قعدت فتره طويله قوي ممكن يحصل ثرومبوفليبايتس ويحصل اوكلوجن. في معلومه كده، لو انتوا هتلاقي في حاجات نازله في السوق اسمها 3 ان 1 بارنترال فورمولا. ايه ال 3 ان 1 بارنترال فورمولا؟ بتبقى باج واحده، تمام، زي الباج اللي انت شايفها دي، ريدي تو يوز باج، بتبقى فيها بروتين وجلوكوز وليبيد، كل واحد مفصول عن بعض، وبيبدا يخلطهم على بعض قبل الاستخدام على طول، كل واحده في شامبر لوحدها، وبتبقى سترايل، يخلطهم على بعض ويعلقهم. هي اسهل، ارخص في السعر واسهل في الاستخدام، لكن ماهيش فليكسبل، انا ما اديتش لكل شخص كميه البروتين اللي محتاجها، ممكن واحد عنده بيرن زي ما قلنا، واحد هيباتيك، واحد ليت ستيج اند رينال فيلير اند ستيج، واحد ليت، كل واحد ليه بروتين محتاجه، كل واحد ليه كربوهيدرات محتاجها عن التاني، كل واحد ليه كالوريز محتاجها عن التاني، او ووتر محتاجه عن التاني، فانا مش هقدر اعمل كفر النيد بتاعه كل انديفيدوال بيشنت، مش هتبقى فيها الفلكسبيليتي بتاعه الايه الحالات ان انا استخدم كل محلول لوحده. ترانزيشن نيوتريشن اللي اتكلمتكم عليها المحاضره اللي فاتت مهمه جدا برضو، طبعا الحاجات اللي بقول عليها مهمه بيبقى عليها نجوم، يعني ممكن اسال في ترانزيشن نيوتريشن عشان الناس ما تتوهش، الحاجات اللي هي في المذكره مكتوبه بوضوح وانا شرحتها بالتفصيل، ايه هي ترانزيشن نيوتريشن، ايه عيوب الطريقه، ايه ميزاتها، ايه الكومبليكيشن اللي بتحصل، تمام، امتى استخدم دي وامتى استخدم دي، ده كلام كله مهم. النيوتريشنال الترانزيشن نيوتريشن دي بقى عباره عن ايه؟ انا دلوقتي شخص بياخد بارنترول، تمام، والجي اي تي بتاعته اتحسنت، فانا هحوله من البارنترول للانترال نيوتريشن، صح كده؟ هو كان بياخد بارنترول ومعلق محاليل، خلاص الجي اي تي اتحسنت، كان فيها اي مشكله وخفت، هل اوقف له بقى البارنترول واكله مره واحده وياخد كل الديلي ريكويرمنت جي اي تي؟ لا طبعا، الجي اي تي مش هتبقى توليريتد اللي انا حصلته ده، فانا لازم ابدا جراديولي، ليه؟ عشان بريت قليل، عشان الجي اي تي تقدر تستحمل اللي انا هعمله فيها، ببدا ادخل الاكل بالانترال جراديوال، حبه 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 حبه، وبعد كده لحد ما يبقى بياخد 75% من النيوتريشنال نيد بتاعته انترال، 75 بياخده بالانترال، و25 بس او الربع بياخده بالبارنترال، ساعتها اوقف البارنترال وادي كله ايه؟ انترال، تمام؟ يبقى ترانزيشن نيوتريشن يعني موف فروم وان تايب اوف فيدنج تو اذر، وبيبقى في الوقت ده بياخد مالتيبل فيدنج ميثود، يبقى بياخد الاثنين، بياخد جزء من دي وجزء من دي، لان بخش بالتدريج. برضو لو واحد بارنترال وقرر ياخد ببقه، هل اوقف له المحاليل واقول له يلا خد كل ببقك كله؟ لا، برضو هيمشي جراديوال، ازود الاورال حبه 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 واقلل في نفس الوقت البارنترال، ده تزيد وده تقل، بحيث ان الاثنين مجموعهم مع بعض يدوا له الديلي ريكويرمنت، لحد ما يبقى بياخد 75% اورال و25% من البارنترال، اوقف البارنترال وادي كله بقى ايه؟ اورال. وبرده نفس الطريقه لو هو بياخد انترال وهيحول منه لاورال، واخد بالي بقى للناس اللي هي اورال فيدنج ده، هل ممكن يحصل له الابيتايت بتاعته بقت قد ايه، شهيته اتقفلت، النهارده كل غير امبارح وبعدين نفسه تسدد، كل الحاجات دي بياخد باله منها جدا اخصائي التغذيه كده. تمام، واحنا خلصنا، وكل سنة وانتوا طيبين.